تصريحات النجم الجزائري رياض محرز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة باريس سان جيرمان. هل تعتقد أن مباراة الغد هي بين أكثر فريقين مرشحين لنيل دور الأبطال؟ محرز: لا أعتقد ذلك، نحن ما زلنا في دور المجموعات، سنحاول الفوز بالمباراة، إنها مباراة تبعث الحماس، ستكون مباراة رائعة، نحن نريد دائما لعب مباريات كبيرة ضد فرق كبيرة مثل لايبزيغ في الجولة الماضية. دور المجموعات لم يكن سهلا إطلاقا، ستكون مباراة صعبة غدا، ستكون خارج قواعدنا، علينا أن نستمر كما نحن. باريس لديهم فريق جيد للغاية، انضم إليهم ميسي ولاعبون آخرون، إنهم أقوى في هذا الموسم، أصبحوا فريقا أكبر، ستكون مباراة صعبة مثل الموسم الماضي، طبعا الأفضل سيفوز. باريس دعموا فريقهم في كل المراكز، إنهم أقوى من الموسم الماضي، دائما ما كان لهم دفاع قوي، ولكن غدا سيكونون أقوى. هل نصف نهائي دوري الأبطال الماضي كان الأفضل لك مع السيتي؟ محرز: لا أعلم، كانت مباراة جيدة بالنسبة للفريق وبالنسبة لي سجلت، ولكن الأهم كانت الطريقة التي لعبنا بها، فرضنا شخصيتنا وهويتنا، علينا أن نلعب مثل ما لعبنا ضد تشيلسي خصوصا خارج ملعبنا، علينا أن نلعب بشخصية كبيرة ونفرض أسلوب لعبنا. عندما تفوز بمباريات كبيرة فأنت تكسب مزيد من الثقة، لقد تحسننا من هذا الجانب، سنذهب إلى حديقة الأمراء ونحن مدركون لصعوبة الخصم. لقد تحسننا كثيرا من الناحية الدفاعية، كنا جيدين للغاية في الموسم الماضي، الثباتية التي أظهرناها جعلتنا فريقا أقوى، الأمر يتجلى في كوننا لا نستقبل الكثير من الأهداف حاليا. ستكون مباراة مختلفة عن الموسم الماضي، المباراة السابقة كانت بدون جماهير، اليوم بعد مرور 5 أشهر نحن في بداية الموسم. الموسم الماضي هزمناهم بعد مباراة صعبة، ومباراة الغد ستكون صعبة أيضا. جاك جريليش ما زال يتأقلم مع أسلوب لعبنا، المدرب والفريق يساعدونه والحكم عليه سابق لأوانه. هذه كانت تصريحات رياض محرز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي غدا. في نهاية الفيديو يا ريت فضلا وليس أمرا تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإن شاء الله نتمنى مشاركة رياض محرز وأشرف حكيمي أساسيان في هذه المباراة. كل الدعم لنجومنا العرب في كل الدوريات الأوروبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.